عودة لحتى نتابع فقراتنا بعالم الصباح لليوم التنين، ومثل كل نهار تنين كمان تانيا انضمت لنا بمحطتنا التالية. خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور. المؤسسات التربوية صح وتعليم التعاطف صح. هيدا موضوع اللي مقسمته على حلقتين لأنه دسم دسم. بتعرفي غادة دايما بنحكي عن التعاطف بالفقرة تبعي وأهميتها وإلى ما هنالك، واليوم رح أعرض الإشكالية الموجودة إجمالا بكل العالم يلي عم تستدعي كبريات المؤسسات وكبار الباحثين التربويين و كل الشركات الضخمة الهولدينجز بالعالم يحكوا بموضوع تنمية التعاطف عند الأفراد لأهميتها بتحسين كل شيء بنطلبه منهم بعدين للناس، إن كان من الطلاب، يعني الطلاب مطلوب منهم بالمدارس يكونوا منيح بالمواد الأكاديمية، البروفيشنالز مطلوب منهم يكونوا منيح بشغلهم بإطار عملهم. الأبحاث كلها عم بتشدد صارت على أهمية تنمية أو إذا بدك استعادة التعاطف، لأنه شكلنا عم نخسره شوي. عم نخسره بالإطار الجماعي. ليش؟ لما بيكون أنت تنقول بمكان مدرسة، لما بتكوني بصرح تربوي ما في نسبة تعاطف عالية، بيزيد عندك النرجسية، التنمر، العنف، الكره والضغط النفسي. قديش من هالامور موجوده بمؤسساتنا التربويه؟ موجوده وبكثره. بتلاقي الاساتذه عم بيشكوا من التنمر، من البولينج، بتلاقيهم في عنف عند الطلاب ما كانوا معودين، خاصه الاساتذه اللي علموا ب 30 سنه قبل. عم بيلاحظوا، بتلاقيهم مش عم بيقدروا يفهموا ليه؟ ما عم بيقدروا يفهموا شو هالتغير يلي صار. وبالتالي دون شك نحن عم نعاني من نقص بتنميه التعاطف مع الاخر. و يعني صار اغلب المدارس بالعالم المتحضر او العالم يلي عنده دراسات وعنده ارقام عم بيروح باتجاه تنميه التعاطف. في دراسه بالولايات المتحده الامريكيه، نيالهم عندهم دراسات بيطلعوا بارقام، نحن ما عندنا ارقام، وبس السيء بهالامر انه لما ما عندك ارقام بتفكري ما عندك مشكله. صح، الارقام لانه ما حدا عم بيضوي على الموضوع. مزبوط مزبوط. بالولايات المتحده اكتشفوا بدراسه طويله اجريت عام 2010 انه نسبه التعاطف خفت بنسبه 40% عن 30 سنه الماضيه بالمدارس. 40%، تنقول نحن احسن من الامريكان يا اختي، نحن شو بدنا فيهم للامريكان؟ الامريكان هول مش منيح، نحن كثير قوية العرب. نحن اكيد منا بعاد عن هالرقم، اذا بدي اكون ايجابيه بقول 20 25% نحن مش 40، واذا بدي اكون واقعيه بقول يا 40 يا اكثر. صار عندنا نقص بنسبة التعاطف. لأنه تحت الكل عم يتشكوا وهالقد عم نسمعها دايما بيقولوها انه شو هالجيل او شو مزبوط. شو عم بيصير او ما حدا بيسمع، ما حدا بيتعقل يعني، وما بيردوا على الاستاذ، وما في احترام. صح. وما في قيم، وما في وما في وما في. اذا المشكله عالميه، منا فقط امريكيه ولا فقط عربيه ولا فقط لبنانيه. لهالسبب صار في يعني في شركه فوربس يلي هي ما خاصه بالتربيه، شركه فوربس هي شركه هي مجله بتصدر لعالم الاعمال والبزنس والاموال الى ما هنالك. شركه فوربس عم تتمنى وتحث الشركات لتبني سياسة التعاطف. وكمان هارفارد بزنس ريفيو يلي هي كمان مجلة خاصة بالبزنس، ما خاصة بالتربية ولا باللاعنف ولا بشي، كمان بنفس الاتجاه عم بتقول ضروري تتبنوا ثقافة التعاطف، لأنه مردود العمل بصير أكثر. يعني الربح المادي أكثر، العطاء للموظفين بالشركة بيكون أفضل إذا بتنموا ثقافة التعاطف. وبالتالي مش عم نحكي عن شيء هيك مثاليات وهيك لنسمع وننظر، لا، عم نحكي عن وقائع والعالم ماشي باتجاهها. لهالسبب اليوم صرنا نسمع اكثر عن الايموشنال انتليجنس من الاي كيو، صرنا عم نسمع اي كيو يعني الذكاء العاطفي مش الذكاء الكويفيشنت قد ايه نسبه الذكاء. وسوق العمل عم بيروح اكثر يعني بالهولدينجز الكبار عم بيروح يعرف عند الابليكنت يلي مقدم على عمل قد ايه ذكائه العاطفي السكور تبعه، لانه اكتشفوا انه قد ما يكون عندي مقدرات انا اكاديميه وبعمليه، اذا ما عندي ذكاء عاطفي عندي مشكله. صح. هلا كيف فينا نزرع بذور التعاطف بالمدارس وبالاطر التربويه؟ منه هيك لنجيب كتيب ونفلشه على الطلاب،
ومنه بنعملها هاي السنه وسنه الجاي، مع عندنا كثير درس مش فاضيين له بالكوريكولوم تبع المدرسه، بنعملها غير مره. مش بس بنشتغلها مع الاطفال وبس يصير الدرس اصعب بنوقفها، ومش هيك لنعلم الاولاد التعاطف ونحن ما خصنا، لا هي عمليه كلها سوا كامله متكامله مع هي بعض. هي مجتمع، هي مجتمع، والمدرسه هي المجتمع الصغير. يعني هي اي انسان عم طلع على المجتمع بده يبلش فيه بالمدرسه. نحن اليوم عم نشكل طلابنا، عم يطلعوا على سوق العمل بروفيشنالز معهم كذا لغه، معهم مقدرات اكاديميه عاليه جدا، يمكن من اعلى المستويات بتاريخنا الحديث، ولكن هن ذاتهم هن عم بينقال عنهم انانيين اكثر، متسابقين، يعني بده يكسر غيره ليوصل الشخص بشغله اكثر، individualistic يعني بس بهمه حاله ما بهمه المجموعة والجماعة، وحزينين عم بيروحوا على الانتحار، عم بيروحوا على المواد المخدرة أو على الأمور يلي بتعوضهم، وعندهم نسبة ستريس مش طبيعي. هيدا الجيل، هيدا المجتمع بدنا نفوتهم عليه. إذا مش هيدا خلينا نشتغل من هن وصغار. عظيم. نشتغل من هن وصغار. ها ها شو بحبك. جربت أشوف. وحدة من الأمور يعني هي بدها إنه منقول إنه صاروا يعني انديفيديوال يعني صح عايشين لحالهم وهالقد أنانيين لأنه هن وهالسلولار كل النهار. مزبوط. كل شيء مأمن من هون. إذا ما نطبخ ما نطلع بالسلولار 100%. بتلاقينا يعني قاعدين بالبيت كل واحد على التليفون. كل واحد على التليفون. بتلاقي الأولاد على التليفون. ما في في تجربة عملوها شفتها مش من زمان على السوشيال ميديا، ولدين قاعدين ببيتهم عملوا عليهم هن مع بالاتفاق مع الأهل سوشيال اكسبيرمنت، قاعدين على التابلت تبعهم، غيروا ديكور البيت، تابلويات شالوا حواليهم، ما انتبهوا على شيء، بقيوا مركزين. شالوا الأهل، جابوا غير أهل، غير ناس يلعبوا دور الأهل، ما عبوا راسهم، ما حسوا على شيء. بتشوف السيت اب عم يتغير كله حواليهم، هن بغير عالم. لما أبوا راسهم سمعوا صوت ما بيعرفوا، طلعوا انه يي وين صرنا شو صار، كان كثير تاخر الوقت. صح. كثير تاخر. وبهالعالم يلي هالقد غرقان بهيدا الشيء، يمكن المكان الامن والوحيد يلي ممكن انه نساعد الطلاب على الانفصال عن السوشيال ميديا هو المدرسه. اذا الاهل ما عندهم سلطه كافيه او قدره كافيه انه يوقفوا هيدا الشيء من وقت للتاني، بالمدرسه في كثير مدارس بتشتغلها، مثلا بتطلب من الطلاب، تنقول انه في استاذ علوم بيطلب من طلابه انه مره بالاسبوع بدهم يروحوا 30 دقيقه على الطبيعه، يتركوا هواتفهم بالبيت وبدهم يقعدوا مع حالهم ويفكروا بقصص ويجوا يخبروا بشو فكروا، على اي اساس اشتغلوا الى ما هنالك. يعني في عده تقنيات ممكن يعتمدها الاستاذ، مثلا ممنوع المدرسه ممنوع فيها السلولار، هيدي ضروريه. بس بتعرفي انه صاروا المدارس عم يسمحوا فيه، شرط يضل مطفي وبالشنطه. ايه شرط يعني. انه بتفتح وقت كل عمرنا بالمدرسه معروف ويننا، مش عايزين السلولار ولا عايزين السوشيال ميديا، واذا بدنا شيء عن الانترنت في مكتبه المدرسه موصوله عبر الانترنت، نحن مش بحاجه للتليفون معنا بالمدرسه. بس حتى المدارس صارت عم تتساهل بالامور، بمدارس برا بفرنسا مثلا معهم التليفون داير كل الوقت الطلاب، طب كيف بده يركز هالولد؟ شغله ثانيه، لانه هالقد معودين عيوننا يضلوا بالمحل ذاته المهم نشتغلها، هي انه السيت اب تبع الصف نغيره. يعني في كثير مدارس اليوم بالعالم بطلت المقاعد هيك ورا بعضهم الطلاب، صار الصف معمول يو شيب، مثل بشكل حرف اليو بالانجليزي، يعني الطلاب قادرين يشوفوا بعضهم، او اذا مش يو شيب طاولات مستديره بيقدروا على دير مدار الطاوله اللي قاعدين على الطاوله يشوفوا بعضهم، يتطلعوا ببعضهم. لما عندهم تمرين مجموعه بيناقشوا مع بعضهم وبيطلعوا مع بعضهم، كثير مهم، لانه هيدا الشيء بيساعدنا نقرا العواطف عند الاخر، بيصير عندنا ابجديه فهم عواطف الاخر، بنرجع بنسترد يلي خسرناه من 30 سنه لليوم، بنسترد قدرتنا على اقشع الاخر اذا معصب مني، اذا زعلان، اذا عامل ستريس، اذا دمع على شيء حضرناه مع المعلمه، يي غاده دمعت. نحن بنعرف من اللايك. ايه اذا ما حط ايه لي يعني زعلان وصحت قيمتنا باللايك. صحيح، صارت اولادنا واولادنا اخطر منا، نحن جيل قطع بشيء قبل السوشيال ميديا، بعد عنا هالفصل. اولادنا ما بيقدروا يفصلوا العالم الفيرتشوال، صار شبه مفكرين ومصدقين انه الحقيقه، وبالتالي عم بيضيعوا
أبجدية فهم الآخر. الصفوف أحلى تكون يا أما شكل نصف دائري كله يا أما يقشع صح، يا أما طاولات بيقدر يزيح كرسته ويبرم يتطلع الولد ويشوف، بيقدر يشوف المعلمة بشكل أفضل، زملائه بشكل أفضل. هولي يعني يعني إذا بدك أصغر نقاط من الأمور يلي ممكن نشتغلها. كمان ضروري نشتغل على الهوية النفسية تبع كل طالب يلي بيقدر يفهم إنه من والمثال تبعه هو أستاذه، يعرف إنه الأستاذ أو المعلمة متوقع منه يكون متعاطف، يكون بيساعد الآخرين ويكون إنسان منيح. إذا فايت الأستاذ على الصف بنفسية مش طايقهم لهالطلاب، العمى ما اساله هيدا الصف، بدي اعطي هيدا الشابيت بدي خلصه قبل ما تدق الجرس لانه عندي فحص باخر الجمعه ولا قادر اوصل لهون، ما بتفرق معي، بدي صرخ، بدي اشحط اللي بيزعج، بدي 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 لخلص المضمون، عندنا مشكله. بس اذا الاستاذ ذاته اللي عنده نفس الماده فارش اذا بدك سجاده الثقه والتوقع تبعه من طلابه، والطلاب بيتماهوا مع طلب الاستاذ الراشد، يعني مثال اعلى لهم بيكون الاستاذ، وبالتالي بيقدروا يلبوه بشكل افضل. والدراسات اثبتت انه الطلاب يلي بقلب صف من هيدا النوع اللي عم يبلشوا يكتشفون هويتهم القيميه مع الاستاذ، هن طلاب بيشتغلوا دروسهم اكثر، بيحترموا الاستاذ بالصف اكثر، بيحكوا اقل، وعلاماتهم احسن. طب اذا بدك انت يكونوا بدك هي مش هي نهايتك، بدك تعتمد بس طريق مختلفه. هيدا اول جزء من المقدرات او تنميه القدرات على التعاطف داخل الصفوف. اكيد رح نكمل نهار الخميس، ضروري تكملي لنا وتشوفي لنا نقطه يلي هي لها اقتصادي، وين بتصب وقت اللي صاحب عمل بيشيل لانه اقتصاديا ما قادر الاشخاص يلي عندهم قدرات وحتى يقدر يوفر ويجيب اشخاص اقل قدرات. كمان بدون ما يتعاطف، يعني هيدا كمان بده يكون في تعاطف من هيدا للاسف عم نشوفها حالنا. وانا قررت نزل طاوله الزهر والسكرابل ولا هيدا من قلب الخزانه حطهم على الطاوله لانه بيتحمسوا بس يشوفوني يمكن بيتحمسوا يمكن اكثر. بس تانيا خليكم معنا، فاذا مشاهدينا كمان مره بريك وبنرجع نتابع فقراتنا.